المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. فتح تجدد اتهامها لحماس بالانقلاب في غزة وتهدد بإجراءات تقوض سلطتها في القطاع. من يحمي الفلسطينيين من تبعات الانقسام السياسي؟ حماس ترد ما تقول فتح هو تضليل وقلب للحقائق، وتعلن الاستعداد للانتخابات، فهل يمكن لفصيل انهاء الآخر وحسم الصراع؟ هرولة عربية نحو التطبيع ودعم أمريكي مطلق لإسرائيل، ألا يستشعر الفلسطينيون الخطر الحقيقي على قضيتهم ليستمروا في الانقسام؟ عاد التصعيد مجددا ليحكم العلاقة بين حركتي فتح وحماس، وبغض النظر عن الأسباب وعن المحق بينهما في وجهات النظر، إلا أن الأكيد هو أن المواطن الفلسطيني سيكون الأول في دفع ثمن هذا الانقسام واستمرار الخلاف. الاتهامات انطلقت من تصريحات إعلامية وفي مضمونها تقول فتح أنها لا تثق برغبة حماس في المصالحة، وأن وجود الحركة في غزة هو انقلاب، وأن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات لتقويض سلطة الحركة في غزة. فترد الحركة أن ما تقوم به فتح هو تضليل وانقلاب على الاتفاقات السابقة، وأنها بدل أن تتعاون مع حماس لمواجهة إسرائيل تقوم بمعاونة المحتل ضد المقاومين. ففي حين نجد التضامن مع الشعب الفلسطيني يتجلى اليوم في الأمم المتحدة احتفالا بالمناسبة، وفيما ترفع أعلام فلسطين في كل تحرك شعبي نضالي حول العالم، تطرح علامات الاستفهام الكبرى حول الإصرار على الانقسام. لماذا هذا التنافر والتناحر ورفض الآخر؟ وهل لدى الفلسطينيين من خيار سوى التوحد لحل مشاكلهم اليومية وأزماتهم وبلوغ أهدافهم في الوطن المستقل؟ وفي ظل الهرولة نحو التطبيع واستقبال الإسرائيليين في دول عربية عدة، أليس الخطر المحدق بقضية فلسطين حقيقيا وجديا ما يستدعي الإسراع في إنهاء الانقسام؟ قالت حركة فتح أنه آن الأوان لتمكين الشعب الفلسطيني من انتخاب مؤسساته الشرعية عبر عملية تتحدى ظروف الانقلاب وواقع الاحتلال. رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب اعتبر أن أحد ضحايا الانقلاب هو المجلس التشريعي الذي انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية بحسب تعبيره. وقال الجاغوب أن التجربة أثبتت أن قيادة حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو بالانتخابات الدورية ولا بتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع. الجاغوب اتهم حماس بالاستمرار بالتهرب من إنجاز المصالحة بهدف تعطيل الانتخابات بما تمثله من أداة ارتضاها شعبنا كوسيلة وحيدة لتداول السلطة. في المقابل اعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن تصريحات حركة فتح هي قلب للحقائق وتضليل الرأي العام، قائلا أن حركة فتح هي من انقلب على الشرعية وعطل عمل المجلس التشريعي بغطاء رسمي من الرئيس محمود عباس. وأكد برهوم أن فتح عزلت نفسها عن العملية الديمقراطية فيما تقوم أجهزتها الأمنية بالتنسيق مع إسرائيل باعتقال أعضاء المجلس التشريعي من حماس ومن فصائل المقاومة. ورأى برهوم أن تصريحات فتح هي استمرار لسياسة تهربها من استحقاقات المصالحة وتعطيل واضح للجهود المصرية لتحقيقها. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال أن المسؤولين المصريين لم يعرضوا على وفد فتح للمصالحة خلال وجوده في القاهرة أي مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية. ونحن لا نثق بحماس، ولدينا قناعة أن إرادتهم من أجل إنهاء الانقسام غير موجودة. نعم. غير موجودة. وهذا أيضا الأشقاء في مصر ناقشونا فيه. الأحمد كشف أن عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث فرض إجراءات جديدة على ما سماه سلطة الانقسام. نعم. لكن لابد أن اللجنة فعلا تبدأ، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنتي مقرر اللجنة، سأدعو اللجنة الاجتماع لنبحث كيف نبدأ بإجراءات نعم تقوض سلطة الانقسام
تقوض سلطة الانقسام نعم ولا تؤذي أهلنا في غزة. يذهب كثيرون إلى أن مراحل الخلاف الفلسطيني والانقسام بين حركتي حماس وفتح قديمة قد تعود إلى نشأتهما، فهل صحيح أن الخلاف بينهما هو صراع على السلطة أم أنه تناقض بين مشروعين سياسيين للتعاطي مع القضية الفلسطينية؟ هذا تقرير لهبة محمود. 11 عاما على هذه الرصاصات بين فتح وحماس عام 2007، رصاصات كانت قاتلة في مسار السياسة الفلسطينية، إذ أدخلت الفلسطينيين في مرحلة انقسام حاد إلى يومنا هذا. ربما لم تزرع بذور الانقسام في ذلك العام، ولكن تسمم العلاقة بين الطرفين حدث خلاله. أمام حركتين مختلفتين في المرجعيات الأيديولوجية وقف الفلسطينيون، فالأولى وهي حماس تنادي بالفكر الإسلامي والمقاومة العسكرية لإسرائيل، لكنها تقبل بهدنة طويلة معها، بينما الثانية وهي فتح تتبنى الفكرة العلمانية وتؤمن بأن المفاوضات مع إسرائيل هي السبيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 تنفيذاً لاتفاقية أوسلو، وهنا بدأ التصادم مع حماس وتراشق الاتهامات بين الطرفين. فتح اعتبرت أن حماس تقوض السلطة الفلسطينية، فيما اتهمت حماس السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل لتزداد الفجوة بينهما من دون أن يحدث تقارب إلا في مفاصل قليلة كانتفاضة عام 2000 واتفاق القاهرة عام 2005 ووثيقة الأسرى عام 2006، إلى أن جاء عام 2007 وانعكست الخلافات بين الحركتين على الأرض فعليا بعد فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وهنا بدأ مصطلح الانقسام الفعلي، إذ انقسمت أراضي السلطة الفلسطينية إلى جزئين. الأول في الضفة الغربية تديره السلطة الوطنية وقياداتها من فتح، والثاني في قطاع غزة تديره حركة حماس. وقد فشلت كل الجهود العربية والإسلامية في دفع الحركتين إلى تحقيق المصالحة، ومن مكة إلى الدوحة فدمشق فالقاهرة أكثر المضيفين تنقل قادة الحركتين من دون جدوى، والاتهامات تتكرر. فتح ترى أن حماس تنقلب على الشرعية الفلسطينية، وحماس تتهم فتح بالانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها. وبين الاثنتين يدفع الفلسطيني بشكل عام الثمن، وخاصة في غزة، حصارا خانقا واقتصادا منهارا وعدوا إسرائيليا متربصا. لمناقشة هذا الملف معنا من بيت لحم عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق، مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دكتور ماهر الطاهر، وأيضا من رفح القيادي في حركة حماس دكتور غازي حمد. حييكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك سيد محمد اللحام. لا نثق بحماس، الجملة التي قالها الأستاذ عزام الأحمد قبل أول أمس على شاشة تلفزيون فلسطين، هل هذه الجملة تلخص الموقف بكامله، موقف حركة فتح؟ نعم، بالتأكيد موقف الأخ عزام الأحمد كمكلف بهذا الملف من الحركة ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو موقف يعبر عن الحالة ويشخص الحالة. لا شك أن هذه الجولة كل الانطباعات أنها يعني نمطت بحالة من السلبية نتيجة موقف حركة حماس المتعنت، وهذا الموقف يعني الذي يحاول أن يأخذ الأمور حيث يريد في هذا الجانب، وهذا بالتأكيد كان مرده سلبي على كل الحالة العامة، خاصة وأن الأمور كانت لدى حركة فتح يعني بعقل وقلب مفتوح وقرار. أيضا كان هنالك توجه من هيئات الحركة، من اللجنة المركزية، من المجلس الثوري، بضرورة الذهاب إلى أبعد نقطة في يعني في المصالحة، لقناعتنا بأن المصالحة خيار استراتيجي للحالة الفلسطينية في سبيل الهدف الأكبر وهو دحر الاحتلال، إلى أنه
الحالة التي تريدها حركة حماس وقتما تريد مثلا هي تريد أن تعود إلى 2011 وأحيانا تريد أن تعود إلى 2017 وأحيانا إلى 2009. وفي المجلس الثوري كان لدينا قراءة في هذا الموضوع وفي مواقف حركة حماس، ولكن يعني لا يعقل أن تأخذ ما تريد. يعني وصلنا لقناعة، نحن واصلين لقناعة لأنه حركة حماس لا تريد المصالحة ولا تملك وهذه النتيجة أستاذ محمد اللحام، هذه النتيجة هي ما دفعت الأخ عزام الأحمد للإعلان عن المواقف التي استمعنا إليها. يعني هو يعبر عن نتيجة هذه القناعة. نعم هذه القناعة. ومع ذلك يعني أبقينا الأمور مفتوحة ولا زلنا نبقي الأمور مفتوحة بكل عقل وقلب مفتوح، لأنه يعني هذا قرار مصيري، هاي حالة وطنية. المشكلة أن الأولويات والأدوات والخيارات اختلفت لدى حركة حماس. نحن نتحدث عن أمور استجدت في هذا الجانب، لم تعد المصالحة شأن يعني بالنسبة لحركة حماس شأن خاص. هنالك يعني بعض اللاعبين ذو الأثر فيما يتعلق بالمصالحة، موضوع الأثر يعني أثر تحديدا الأثر القطري والدور القطري، بالإضافة لإعلان حماس بشكل واضح أن أولويتها هي الهدنة مع الاحتلال وليس المصالحة. ممتاز. اختلفت الأدوات، اختلفت المؤثرات، اختلفت الأولويات. تمام. حركة حماس. اسمح لي أستاذ محمد، نسأل الدكتور غازي حمد في هذا. أولا دكتور غازي حمد أسعد الله مساءك، هل الأزمة بين حركتي فتح وحماس هي أزمة ثقة كما عبر عنها الأخ عزام الأحمد وكما أكدها اليوم الأستاذ محمد اللحام، أن المشكلة أن لا يوجد ثقة بالطرف الآخر؟ المسألة الأخرى، آخر جملة تحدث عنها محمد اللحام ولخص فيها كل يعني مداخلته، الطرف الآخر حركة حماس اختلفت لديها الأولويات والاستحقاقات والوقائع، وبالتالي نظرتها إلى المصالحة لم تعد النظرة الجدية التي كانت تعول عليها حركة فتح للوصول إلى اتفاق. كيف تردون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا دعني أقول أنه مع الأسف الاستنتاجات والقناعات التي وصلت إليها الإخوة في حركة فتح هي قناعات خاطئة وتفتقد إلى أي دليل. وأنا يعني أسأل الأخ محمد اللحام إذا كان لديه دليل واضح على أن حماس غير. أنا أقول وأعبر عن موقف حماس، حماس تريد المصالحة أولا وأخيرا، وهذا الكلام نحن نعيده ونكرره ونؤكد عليه، ونقول أن المصالحة استراتيجية وطنية. نقول هذا الكلام كلاما وعملا. حينما قلنا عملا، نحن في اتفاقية 2017 نحن الذين وقعنا اتفاقية المصالحة، حتى ما يقولون حماس تريد أن تسيطر على غزة، أو حماس تريد أن تستأثر بالقرار الوطني، أو حماس تريد أن تفصل غزة عن باقي الوطن. نحن قلنا لحكومة الوفاق الوطني تعالوا واستلموا مهماتكم وصلاحياتكم، وفتحنا لهم كل الأبواب وسلمنا لهم المعابر ودخلنا معهم في تفاصيل قضايا كثيرة جدا متعلقة حتى بإعادة ترتيب أجهزة الأمن والقضاء إلى غير ذلك. نعم. لكن أنا أريد أن أسأل الأخ محمد اللحام، من الذي أوقف وعطل المصالحة سنة 2017؟ من الذي انسحب بدون أي إذن وبدون أي مراجعة؟ أنا كنت مسؤول ضمن لجنة التمكين الحكومة، أنا والدكتور زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء والأخ اللي وقته أبو نعيم، وعملنا ليل نهار من أجل تمكين الحكومة في اتفاق 2017. لكن يعني أقول بشكل واضح وصريح، ما الذي جرى؟ فجأة السلطة انسحبت من حركة فتح، انسحبت من المصالحة، انسحبت تماما. ما هو التفسير؟ دون أن تعطي أي دليل. ما هو التفسير لا أعرف. هم يجب أن نجاوب على هذا السؤال. نحن أخذنا موقفا كما قلت إيجابيا وتعاطينا مع كل اتفاق المصالحة 2017 بكل حذافيره، ولم نخب أي اتفاق. وأنا أقول الفصائل الفلسطينية الموجودة الآن شاهدة على الموضوع، حتى استطلاعات الرأي الأخيرة كانت تقول دائما قبل 2017 أن حماس وفتح تتحمل المسؤولية، لكن اليوم انظر لاستطلاعات الرأي الكل يحمل حركة فتح المسؤولية عن تعطيل المصالحة. احنا رحنا عشان أقول نحن جادين أيضا في موضوع المصالحة، ذهبنا إلى مصر مرة وثانية وثالثة ورابعة، ولا لو ما كنا بدنا المصالحة ما كنا قطعنا يعني كل هذه الحوارات وهذه اللقاءات مع مصر. طيب دكتور غازي، لدي سؤال مباشر. يعني بس دعني أقول كيف قيمتم
كلام الأخ عزام الأحمد أول أمس كان صادم يمكن، لا أعرف إذا كنتم تفاجأتم فيه، ولكن يعني ولكن أنا بماذا تفسره يعني؟ الكلام هذا ليس غريبا على الأخ عزام، الأخ عزام دائما لديه تصريحات حادة وتصريحات للأسف غير مسؤولة، يرقي التهم. أنا أقول لك لو رجعت إلى ما تم التفاهم عليه مع المصريين، هي قضايا نحن لم نقل نحن مع حكومة وحدة وطنية، نحن مع الانتخابات، نحن مع إصلاح منظمة التحرير حتى تكون ممثل شرعي لكل أبناء الشعب الفلسطيني، نحن مع إعادة ترتيب وتشكيل الأجهزة الأمنية، نحن مع التوافق على برنامج وطني. وين المشكلة إذا أين هي المشكلة لدى حركة حماس؟ وأنا أقول بشكل واضح إنه حماس تؤمن بالشراكة اليوم مع كل القوى السياسية الفلسطينية من أجل أن يكون هناك نظام سياسي فلسطيني ومنظمة التحرير تشمل الجميع. أنا أقول هذه مواقف التي تعتمد حركة حماس. وين الانقلاب اللي بتكلم عنه الأخ محمد اللحام أن حماس تريد أن تتهرب من المصالحة، حماس لا تؤمن بالمصالحة، حماس لا تريد المصالحة؟ أنا أعتقد هذا كلام فارغ لا يفتح. للأسف أنه إحنا مش عايزين ندخل في مناكفات، نعم، ولا نريد أن ندخل في نزاعات وندخل شعبنا الفلسطيني في إحباط أكثر. نحن نريد المصالحة أن تنجح، ومستعدين مرة ثانية وثالثة أن نقدم لها كل أسباب الدعم والنجاح. لكن للأسف أنا بس دعني أقول لك شغلة واحدة. الأخ الرئيس أبو مازن. الرئيس أبو مازن. وأنا أسأل الأخ محمد اللحام. لما شكل المجلس الوطني أو المجلس أو المجلس المركزي، مين من الفصائل الفلسطينية شاركت في 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 هذه الاجتماعات؟ حماس قاطعت، والجهاد قاطع، والجبهة الشعبية قاطعت، والديمقراطية قاطعت، والمبادرة ما قاطعت. ما في إجماع يعني. المشكلة الوحيدة فوق قضية الأثم، آسف، قضية الثقة. انه الرئيس ابو مازن يريد فقط نقطه واحده مكنه لهذه الحكومه. وبعدين انا اسمح لي انتقل للدكتور ماهر الطاهر واساله ايضا تقييم الجبهه الشعبيه لهذا الامر. دكتور ماهر الطاهر، الطرفان يعني فتح ممثل الان امامنا بالاخ محمد اللحام، وقبله في تصريحات كثيره للرئيس ابو مازن، الاخ عزام الاحمد واخرين تقول جاهزون للمصالحة، وأيضا الدكتور غازي حمد الآن على الهواء يقول لا لم نرفض أي شيء وجاهزون للمصالحة، وقبلها الأخ السنوار والأخ هني تحدثوا أيضا بهذه الطريقة. وين المشكلة اليوم دكتور ماهر الطاهر بالنسبة لكم، وما هو دوركم أيضا في الجبهة الشعبية في هذا الاستعصاء في حالة المصالحة؟ اليوم نحن في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، دائما كل الناس تقول لنا عندما نأتي لنتضامن مع فلسطين أو نطالب بالتضامن أو عدم التطبيع، روحوا اتفقوا بعدين تعالوا. يعني أصبحت هذه الشماعة التي يعلق عليها كل كسول اليوم في هذه الأمة، كل متخاذل يعلق عليها تخاذله وكسله في دعم قضية فلسطين. يعني مع الأسف يبدو أن مهزلة الانقسام ستستمر لفترة طويلة، ورغم مرور 11 عام على هذه المهزلة، وأقول مهزلة عن وعي، لأنه إحنا شعب في مرحلة تحرر وطني، أراضينا محتلة، الكيان الصهيوني يريد السيطرة على كل شيء، القدس وحق العودة والمستوطنات وتدمير القضية الفلسطينية بكل أبعادها، ومع ذلك 11 عام الانقسام يستمر، ونتصارع على سلطة وهمية، سلطة قزم، سواء في رام الله أو في غزة، وتضيع القضية الفلسطينية أمام العالم، وتتصرف إسرائيل بهذه الطريقة لأنها تعرف ما معنى استمرار الانقسام، وكيف أن استمرار هذا الانقسام يخدم تصفية القضية الفلسطينية. أنا الآن تذكرت اللقاء اللي جرى بين الفصائل الفلسطينية مع السيد لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. متى؟ قبل حوالي عام ونصف. نعم. وكان كل الفصائل، كان العزام الأحمد وكان موسى أبو مرزوق وكان كل الفصائل، يعني كل الفصائل. تمام. السيد لافروف قال لنا بالحرف، وهذا كان لقاء مهم جدا، قال أنه ناقش كونزاليزا رايس وشعر أنها مصرة
على إجراء انتخابات المجلس التشريعي، مصرة بشكل شديد أن انتخابات المجلس التشريعي يجب أن تتم. سألها لافروف، هذا الكلام للافروف، قال لها طيب أنتم مصرين على إجراء انتخابات المجلس التشريعي، طب هل مستعدين أن تقبلوا بنتائج الانتخابات؟ حصلت الانتخابات، وهنا قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وكونزاليزا رايس أصرت على إجراء هذه الانتخابات وقدموا كل التسهيلات الممكنة وهم يعرفون نتائجها. وهم يعرفون نتائجها، هذا ليس كلامي وهذا يعني الكلام يعني سمعه يعني الانقسام عزام الأحمد وسمعه يعني الانقسام مخطط له ومطلب أمريكي وربما إسرائيلي أيضا أو أكيد إسرائيلي. نعم نعم نعم، هو مخطط وهي لعبة تم التخطيط لها بذكاء شديد ونجحت هذه اللعبة، وبالتالي كان المخطط الأمريكي الإسرائيلي أنه لابد حتى ننجح بتصفية القضية الفلسطينية أن نحدث حالة انقسام بين فتح وحماس. نعم. وننقل ما هو الصراع دكتور إلى الوضع، ننقل الصراع إلى الوضع الداخلي لكن الفلسطيني، الفصائل الأخرى ننقل الصراع إلى الوضع الداخلي على الساحة الفلسطيني، ونحن بعد ذلك نقوم بعملية التصفية. الفصائل الأخرى والفصائل الكبرى والفصائل التاريخية مثل الجبهة الشعبية، دوركم هو انتظار هذه المصالحة؟ يعني أنت في الجبهة الشعبية ستبقون في حالة انتظار إلى أن تتم هذه المصالحة، أم عليكم دور اليوم يجب أن تلعبوه بين الحركتين من أجل إنجازها ومعرفة أين تقف الأمور؟ ما هي الأسباب الحقيقية لعدم إنجاز هذه المصالحة؟ هذا الوضع بمعنى أنه بصير صراع، هيك المخطط، بصير صراع بين فتح وحماس، بننقل الصراع للداخل الفلسطيني، صراع على سلطة وهمية. يعني أنا لا أفهم على الإطلاق، وشعبنا لم يعد يفهم أنه على ماذا يتصارعون. سلطة في رام الله كسيحة، إسرائيل سيطرت على كل شيء، استوطنت، خلصت على القدس، وبالتالي ما في سلطة فلسطينية حقيقية على الإطلاق. الرئيس إذا بده يطلع وينزل، إذا بده يطلع من بيته للمقاطعة بده موافقة إسرائيل، وبغزة مطوقة برا وبحرا وجوا. إذا المطلوب على ماذا تتصارعون؟ إيه؟ المطلوب كل هذا موضوع السلطة اللي عم بيصير صراع على هذه السلطة، هاي سلطة وهمية، هاي سلطة كلام فارغ. بدنا نيجي احنا، هذا اللي بنطرحه كجبهة شعبية، طرحنا هذا مع حماس وطرحنا هذا مع فتح، بدنا نبحث موضوع منظمة التحرير الفلسطينية على أساس مجلس وطني فلسطيني شامل يضم الجميع، من عيد الاعتبار لمنظمة التحرير هذا بحث وتم الاتفاق فيه، يعني جرى الاتفاق عليه، وهي الأساس، المنظمة هي الأساس وليس السلطة. ولكن يؤسفني القول أنه فتح كمان ما بدها مشاركة، يعني لما بصير إصرار على عقد المجلس الوطني في رام الله وبالطريقة التي طرح بها والنتائج التي تمخضت، ما في شراكة ولا في قيادة جماعية فلسطينية على الإطلاق، وبالتالي أصبحت المؤسسات المنظمة لا معنى لها، بتأخذ قرارات من المجلس المركزي لا تطبق، بتأخذ قرارات من المؤسسات لا تنفذ، بيأخذ قرار من أعلى سلطة من المجلس المركزي بتحال للجنة التنفيذية، بتأخذ قرارات من المؤسسات بعدين بتشكل لجنة من 20 واحد مشان مناقشة، هذا مسخرة. وبالتالي لابد أنه إحنا نقف أمام موضوع كل الوضع الفلسطيني، القضية الفلسطينية عم تتصفى، التسوية فشلت وانتهت في رسم استراتيجية جديدة تقوم على قاعدة مقاومة ووحدة وطنية، ومش السلطة هي الأساس. الأساس ترتيب طيب الوضع الفلسطيني، هذه يعني هي رؤيتنا في الجبهة الشعبية. ممتاز أستاذ محمد اللحام، أسمع رأيك، ولكن أيضا من ضمن النقاط التي استمع إليها الرأي العام ما قاله الأخ عزام الأحمد، أن الأسبوع المقبل السلطة الفلسطينية سوف تدرس إجراءات جديدة على قطاع غزة. إلى أي حد أو ألا يعني ذلك بأن هذا سوف يبعد
المصالحة بشكل أكبر، يعني فرض المزيد من الإجراءات. ولفتني الأخ عزام الأحمد يقول الإجراءات ستستهدف حماس ولكنها لن تستهدف المدنيين في قطاع غزة، لأنه هذا الأمر عمل رأي عام، وسبق في حلقة ماضية وتحدثنا ربما مع حضرتك في هذا الأمر، خلق رأي عام في غزة ورأي عام فلسطيني شاجب لهذه الإجراءات التي تقوم بها السلطة. نعم، السلطة الفلسطينية في هذا الجانب ذهبت أيضا ما بعد الجولات السابقة إلى تطبيق اتفاق 2017 على الأرض. الأستاذ المحترم غازي حمد، يعني كل التحية، والأستاذ طاهر ماهر الطاهر كل الاحترام والمحبة، ولكن من الذي أفشل المساعي الحكومية ومساعي السلطة لتنفيذ اتفاق 2017؟ يعني نحن يعني برجاء يعني الناس ايضا يعني مش سذج، والناس يعني مش قابلين لاستهلاك. والله محمد اللحام مش مقطوع وصفه يعني ولا منزل علشان الناس تصدق كل كلمه بيحكيها على الهواء او للناس، لان الناس كمان عندها عقل وقادره على التفكير وعلى القرار. 2017 تم الاتفاق على انه ب 2012 على ان تستلم الحكومه فيما سمي بالتمكين، اي ان تمارس الحكومه اعمالها بطريقه تقليديه طبيعيه زي ما تعمل بالضفه الغربيه تعمل بقطاع غزه. حركه حماس اجهضت ذلك، لاحقت الوزراء، طردت المدراء العامين، طردت الوزراء من اماكنهم، كل الاعمال اللي شافها كل الناس يعني امام كل العالم كان واضح سلوك حماس باجهاض التمكين، بالاضافه الى مش انا استاذ غازي اللي بقول ان اولويه حماس المصالحه مع الاحتلال، عفوا اعضاء المكتب السياسي لحركه حماس هم اللي بيقولوا. انا بجيب لك هي كل التصريحات من حسام بدران للاستاذ البردويل لكل قياده حماس، كل تصريحاتها معبيه وسائل الاعلام ان الاولويه هي المصالحه مع الاحتلال وليس المصالحه مع فتح. العمق الفلسطيني تاجل وترحل من قبل حركه حماس واصبحت الاولويه برعايه قطريه، وهي ما يعرف دكتور غازي. يمكن استاذ محمد ما سمعك، ماذا عقبت؟ والسلر وتقسيم القضيه الفلسطينيه من قضيه وطنيه لقضيه خدماتيه انسانيه. الاجراءات التي تمت بفعل قرارات السلطه الفلسطينيه بتخفيض رواتب بعض الموظفين اللي هم محسوبين على السلطه الفلسطينيه واللي اغلبيتهم فتح مش حماس. طيب يا حركه حماس، ما هاي الاجراءات عمرها سنه ونص. طب قبل سنه ونص قبل هاي الاجراءات ايضا كنت ترفض المصالحه، اذا شماعه الاجراءات شماعه باطله، وهي شماعه فقط يعني لاخفاء او يافطه لاخفاء حقيقه استراتيجيه حركه حماس برفض المصالحه. الاجراءات المتوقعه في هذا الجانب في ظل تعنت حركه حماس واللي ما عندها اي شكل من الشراكه، انا بستغرب الاستاذ غازي بيحكي عن شراكه، اي شراكه؟ طب ما هو قبل فتره تم تخوين وتجسيس الذين اطلقوا الصواريخ قبل المواجهه الاخيره، وكان في مشاده مع الجهاد الاسلامي التي اطلقت صواريخ دون رغبه حماس وتعرضت لهجوم كبير. عناصر الجبهه الشعبيه، هاي الاستاذ ماهر الطاهر، كان متوقع والعمل على اعتقالهم بعد ما انضرب السفير العماني بالاحذيه في قطاع غزه، اتهمت عناصر الجبهه الشعبيه والفتح بالقاء هذه الاحذيه على العماني، وللساعه 3 الصبح كانت الامور يعني على وجه الانفجار نتيجة حملة اعتقالات حركة فتح، يوميا اعتقالات وانتهاكات. إذا الإجراءات القادمة نحن نتحدث بكل صراحة، كان المبلغ الذي يصرف على قطاع غزة وهو مش منا، هو واجب على السلطة الفلسطينية، غزة القدس نابلس الجميع أهلنا، بالتالي كاننا نتحدث عن 100 وحوالي 10 مليون، اليوم نتحدث عن 94 مليون. فاتورة الكهرباء لا زالت السلطة تدفعها، التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الأشغال العامة، كل مرافق الحياة في قطاع غزة تقوم بها السلطة الفلسطينية، وحركة حماس تجبي كل هذه الأموال، الضرائب، فواتير الكهرباء، أقول لك طيب الأموال القطرية التي تضخ لدفع شأن معين، مثلا حتى فاتورة الكهرباء أحيانا أو السولر الذي أدخل إلى قطاع غزة، عندما يباع من الذي يجني هذه الأموال؟ أليست حركة حماس؟ إذا قطر لا لكن تنفيذ المصالحة أستاذ محمد اللحام، تنفيذ المصالحة ينهي كل ذلك في قطاع غزة، هذا واضح، لأنه بالنهاية الفواتير تحصيلها في جيب حركة حماس ولا تورد شيء
لخزانة السلطة هذا لأنه ما في مصالحة التي ما زالت تقوم هذا يجري لأنه بقطاع غزة. هذا يجري لأنه لم تتحقق المصالحة، لم يتم تنفيذ الاتفاقات. لو تم تنفيذ الاتفاقات كل هذه المسائل كانت 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 انتهت. دكتور غازي كان لك تعقيب يمكن الأخ محمد ما سمعه، تفضل دكتور. يعني أنا أولا الأخ محمد إحنا مش جايين نسجل نقاط ولا جايين نعمل مصارعة ديوك في 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 هذه الحلقة. صح. أنا أعتقد أول شيء الكلام كل ما تحكيه في هذا الموضوع أنه يفتقد إلى الدليل. كلامك عن سواء كان حماس تريد أن تقال، أنا أتكلم بشكل رسمي وقلتها وقالها كل قادة حماس، نحن نريد أن تكون المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية أولا، وبالتالي لا تستطيع أن تدعي بأن حماس تريد أن تفضل المصالحة مع الاحتلال. يا أخي ما أنتم حركة فتح لكم مصالحة مع الاحتلال لكم حوالي 30 سنة تقريبا. هذا مش كلامي. أنتم بتنسقوا معهم يا أخي محمد، خلينا نكمل. بتنسقوا معهم أمنيا وإلكم مصالحة مع الاحتلال وعلاقتكم مع الاحتلال كويسة، والاحتلال بخشوا بابن مستوطنات بالضفة الغربية وبيعتقل الناس من جنب المقاطعة وقاعد باخذ راحته في الضفة الغربية دون أن تتحركوا دون أن تصنعوا شيئا. إحنا بنقاوم الاحتلال هذا، إحنا قاتلنا الاحتلال مرة مرتين وثلاثة وأطلقنا صواريخ وقاتلنا الاحتلال، ونعتز بأننا نقاتل الاحتلال ونصنع ونقوي من إمكانياتنا وقدراتنا، وبنشتغل مع الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والديمقراطية وكل فصائل فلسطينية دكتور غازي. وشكلنا غرفة مشتركة. دكتور غازي عندما يقول عندما يعلن الأخ عزام الأحمد يقول أنه نحن بسبب احتجاجنا أو عندما احتجينا واعترضنا على الأموال التي دخلت من عن طريق إسرائيل القطرية دخلت عن إسرائيل، قامت إسرائيل بتهديدنا. طيب ألا يحق هنا لحركة فتح أو السلطة أن تقلق أنه إسرائيل تحمي أموال قادمة لغزة؟ يعني شو يعني هذا ألا يشكل هاجس عند حركة فتح وغيرها؟ أول شيء يجب أن تطمئن، أول حاجة موضوع التهدئة هو ليس قرار حماس، كل الفصائل الفلسطينية كانت جلست وتشاورت والمبعوث المصري جلس معهم وطرحنا، لأنه إحنا لدينا سياسة واضحة أن المصالحة يجب أن تكون بقرار وطني والتهدئة يجب أن تكون بقرار وطني، وفيش شيء مخبى على الطاولة، ونعتقد المصريين جلسوا مع كل الفصائل بما فيهم الجبهة الشعبية، حتى المبعوثين الدوليين بيجوا على غزة وبروحوا عند الرئيس أبو مازن وبيلتقوا قيادات فتح وعرضوا عليهم. ملادينوف كان يلتقي قيادات فتح والتقى معهم، الإخوة المصريين جلسوا مع قيادة فتح وعرضوا عليهم كل ما يصير. الأموال القطرية من سنة 2009 بتدخل إلى قطاع غزة، 2009 و2010 حوالي تقريبا ما يقارب من 9 سنوات، وقطر بذلت جهود كبيرة من أجل إعمار قطاع غزة. يعني قطر التي تقدم أموال لقطاع غزة وتساعد الناس وتقدم للجمهور، وفي الوقت اللي بتكلم فيه الأخ محمد عن إجراءات حصار غزة المحاصر أصلا إسرائيليا، وتريد السلطة الآن تريد، يعني أنا بدي أسأل الأخ محمد الحام ليش تريد أن تفرض عقوبات على قطاع غزة؟ ما هو الذنب؟ ليش ما تفرضوا إجراءات مقاطعة على إسرائيل أو على الذين يبنون المستوطنات أو على الذين يقتلون أولادكم في الضفة الغربية؟ السؤال المهم والحريص، إذا كانت حماس تقول بشكل واضح نحن نريد أن نذهب إلى المصالحة من أجل الشراكة الوطنية، وكل الأدلة وكما قال الأخي ماهر الطاهر، الرئيس لما بيتخذ قرارات لوحده وبيبني منظمة التحرير لوحده ومجلس وطني لوحده ومجلس مركزي لوحده والقرارات التي تتخذ لا تنفذ، ليش تتهم حركة حماس بأن حماس لا تريد المصالحة؟ احنا قلنا بشكل واضح المصالحة لدينا خيار وطني واستراتيجي، وقلنا لكم تعالوا أنتم اليوم اتخذتوا قرار أن تلتقوا مع قيادات حماس، هذا القرار ورفضتوا أن تلتقوا مع قيادات حماس، من الذي يريد أن يعطل المصالح؟ احنا يعني انا اعتقد انه يجب ان نعيد التفكير جيدا بانه هذه الطريقه وهذه المناكفه التي لا تستند الى دليل هي التي يمكن ان تدهور حال الفلسطينيين. انا بس بدي ارد كلمه على الاخ ماهر الطاهر. فضل. الكلام اللي تحدث فيه احنا مع احترامي لكلامه، احنا ليس صراعا على السلطه. المساله ليست صراع على السلطه. انا قناعتي الشخصيه كغازي حمد قلتها من زمان انه انشاء سلطه تحت الاحتلال كان خطا استراتيجيا، والخطا ارتكبه ليس صراعا على السلطه، هو صراع برامج. اذا دكتور غازي حمد، مع ذلك دعني اقول احنا حينما نريد ان نبدا، لذلك احنا اصرينا، يعني معلش بدي اذكر الاخ محمد اللحام هو يريد ان يبدا فقط اليوم، تعالوا نمكن الحكومه، نحن نريده تعال نؤسس شراكه وطنيه، تعال نبدا بمنظمه التحرير، تعال نبدا بالمجلس الوطني، لانه هذا اهمنا الاساسي، هو ان يكون لدينا برنامج وطني فلسطيني مجمع عليه، وان تكون منظمه التحرير مظهر للجميع. لكن الرئيس مازن بيقول لا، احنا بدنا نشكل الحكومه اولا ونمكن الحكومه اولا بعدين نحكي في الموضوع الوطني. لذلك انا بقول الاخ محمد الحام تذكر هذا الموضوع جيدا، نحن نريد ان نبدا بالموضوع الوطني، واقول الاخ ماهر الطاهر كحماس
نحن لدينا مشكله، لا صراع لدينا على السلطه، تمام. ونحن نعتبر كما قلت السلطه كسيحه في الضفه الغربيه، وهنا في غزه غزه محاصره. لذلك ممتاز. الان هدفنا الاساس هو ان يكون لدينا مشروع وطني، لانه احنا لسه في مرحله تحرر وطني. ولذلك انا اقول يجب ان نعيد اولوياتنا بحيث تكون اولوياتنا وطنيه اولا، وليست موضوع متعلق بسلطه او بحكومه. طيب. لذلك المساله ليست مساله صراع. الا اذا كان حركه فتح تعتبر انه موضوع السلطه معلش هو وقضية ويجب أن نسترجعها مرة ثانية، وأن حماس يجب أن تكون هي التي انقلبت على السلطة. يا أخي دعونا من الماضي، اليوم نتحدث احنا عن الحاضر. نريد أن ننشئ صفحة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية. إذا حركة فتح لديها نية جادة من أجل أن نذهب إلى مش مع حماس، أنا أتكلم عن كل الفصائل الفلسطينية بما فيهم الشعبية والديمقراطية وكل القوى السياسية، أن نتشارك جميعا من أجل أن تكون منظمة التحرير، وأن يكون لدينا نظام سياسي وطني ممتاز. فلسطيني قوي مستقر. دكتور غازي حمد، دكتور ماهر الطاهر، أخ محمد اللحام، نتوقف مع فاصل إذا سمحتم ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. تحية من جديد مشاهدينا في مسائية الليلة التي نحدث فيها عن أسباب ابتعاد المصالحة أو فرصة المصالحة خلال اليومين الماضيين، انطلاقا من تصريحات متشنجة صدرت عن حركة فتح، وكانت أيضا تصريحات أخرى ردت عليها من حركة حماس. مشاهدينا، الاتهامات بشأن التهرب من تحقيق المصالحة الوطنية وصلت إلى ذروتها بين حركتي فتح وحماس، حيث تصر كل منهما على تنفيذ مطالبها من أجل إنهاء الانقسام. هذا تقرير من قطاع غزة للنا شاهين. المصالحة الوطنية أصبحت في مهب الريح على وقع تصعيد حرب الاتهامات بين كل من حركتي فتح وحماس اللتين تتمترسان في خندق الشروط والاشتراطات. عقبات عديدة لم يتمكن جهاز المخابرات العامة المصرية من تجاوزها، على رأسها شرط الرئيس عباس تمكين حكومة الوفاق في غزة، وحماس تصر على ربط عملية التمكين تأليف حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير وإجراء الانتخابات وتفعيل المجلس التشريعي، وتطالب أيضا بوضع جداول زمنية وبأن يسير التمكين بالتزامن والتوازي. واليوم قضية الانتخابات تتصدر مشهد السجالات تحت عنوان الانقلاب على الشرعية، فحركة فتح تطالب بإجراء انتخابات تشريعية وبتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، وحماس ترد عليها بالقول إن حكومة الحمد الله ليست أمينة بالمطلق على أي عملية انتخابية، وتؤكد انتهاء ولاية الرئيس عباس وتدافع عن شرعيتها متسلحة بالقانون القاضي باستمرار ولاية المجلس التشريعي إلى حين أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية. انتخابات لا يمكنها أن ترى النور من دون موافقة حماس التي منعت في الماضي إجراءها بذريعة أنها لم تحظى بالتوافق الوطني. الثقة معدومة بين الحركتين، وكل ما يخرج عن حركة فتح سواء كان بالتلميح أو التصريح يصب في خانة زيادة الضغط والعقوبات على حماس. فالرئيس عباس هدد باتخاذ قرارات خطرة ضد حماس لأنها لم تترك مجالا للصلح كما قال من قلب الأمم المتحدة. شروط حركتي فتح وحماس يبدو أنها أصابت الجهود المصرية لتحقيق المصالحة في مقتل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ما ستؤول إليه الأمور إذا ما تم بالفعل تنفيذ تهديد ووعيد الرئيس عباس ضد حماس. لنا شاهين، غزة، الميادين. عودة من جديد إلى ضيوفي دكتور ماهر الطاهر. حديثك عن الصراع على السلطة وكلام الدكتور غازي حمد أن المسألة ليست كذلك ولا تقاربها حركة حماس من هذه الناحية، يدفعنا للتساؤل حول فعلا منشأ هذا الخلاف، إن كان له علاقة بالسلطة أو هو خلاف على البرامج، حيث هناك اختلاف كبير بين الحركتين في البرامج السياسية
أم أن هذا الاختلاف كما قلت قبل قليل في قرار دولي أن لا يحدث التصالح وبالتالي كل المحاولات الآن هي تقطيع للوقت؟ أيضا معلش لو كثرت عليك الأسئلة، أيضا هل هو فعلا خيار وحيد؟ يعني ما في خيار آخر أمام الحركتين أو أمام الساحة الفلسطينية إلا أنه هذه انتظار هذه المصالحة؟ معلش رح أجاوبك بس فضل. قبل ما أبدأ يعني بالجواب بس بشكل سريع، الأخ غازي أشار لموضوع التهدئة وأنه كل الفصائل يعني موافقة على التهدئة. إحنا الأخوة بحماس يعرفون موقفنا من التهدئة وهو موقف قديم. إحنا من حيث المبدأ كجبهة كنا باستمرار بكل الحوارات نسجل موقف أننا ضد التهدئة طالما أن هناك احتلال، من حيث المبدأ حقيقة، وهذا الموقف معروف يعني كجبهة. أشار حول موضوع الصراع على السلطة، أشار الأخ غازي وأنا أوافق على هذا أن حركة فتح وقعت بخطأ استراتيجي عندما أقامت سلطة تحت الاحتلال، ولكن حماس أيضا وقعت بخطأ استراتيجي عندما بعد انتخابات المجلس التشريعي أصرت على موضوع الحكومة. طيب ما هو إحنا يعني دخلنا انتخابات المجلس التشريعي، حماس دخلت وإحنا دخلنا والديمقراطية على قاعدة رفض اتفاقات أوسلو. كان يجب ويا ريتنا ما دخلنا هاي الانتخابات كلها أساسا، لكن حصل هذا ودخلناها على قاعدة رفض اتفاقات أوسلو. طيب إذا رفض اتفاقات أوسلو إذن يجب أن نكتفي بالسلطة التشريعية، لا نفكر بموضوع الحكومة نهائيا، لأن الحكومة في التزامات، في شيء له علاقة بأوسلو، في التزامات مع إسرائيل. وقلنا إحنا لحماس في ذلك الوقت أنه يجب أن يتم الاكتفاء بالمجلس التشريعي ولا داعي للدخول في الحكومة، وإحنا رفضنا الدخول بأي حكومة سواء شكلتها فتح أو شكلتها حماس. لا دخلنا حكومة هون ولا دخلنا حكومة هون، نتيجة قناعتنا أنه هذا مرتبط بالسلطة أوسلو. لذلك هذا الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه حماس بعد أن دخلت وشكلت الحكومة غاصت بموضوع السلطة، وبالتالي دخلنا في هذه المتاهة. لو بقيت بإطار المجلس التشريعي منشكل كنا ضابط أمان يعني للحركة، أما ندخل بموضوع الحكومة هذا أيضا خطأ استراتيجي أدى إلى نجاح لعبة الانقسام التي عملت عليها أمريكا وإسرائيل. النقطة الأخيرة أيضا بالإجابة على أسئلتك، ليس قدرا، يعني المفروض بالساحة الفلسطينية يكون حركة باتجاهين، حركة من الشارع الفلسطيني تضغط أنه لا يجوز استمرار هذه المهزلة، والقضية الفلسطينية أكبر من أي تنظيم، أكبر من أي فصيل، وفي هناك مخاطر جدية حقيقية على القضية الفلسطينية، وينبغي بلورة تيار ثالث يضغط ويدفع بحيث أنه يكون له ثقل في الشارع الفلسطيني من أجل إنهاء مهزلة الانقسام. طبعا لا نستطيع إحنا بالنهاية في هناك قوة، وبالتالي يجب تجميع كل الطاقات الفلسطينية سواء فتح أو حماس أو الجبهة الشعبية أو الديمقراطية أو والقيادة العامة والصاعقة وكل الفصائل الحقيقة، لأنه إحنا في مرحلة تحرر وطني، ويجب أن نضم وأن نجمع كل طاقات الشعب الفلسطيني. طيب. لكن لا يجوز النقطة المتعلقة بالفئوية بأنه ممنوع اليوم في مشروع دكتور ماهر طاهر، مشروع صفقة القرن وصفقة العصر التي أعلن عنه أصحابه، هذا يدفعنا لربط هذا المشروع باستحالة المصالحة. هل الأمور يجب أن تبقى هكذا على الساحة الفلسطينية لأن الوحدة الوطنية ممكن أن تعيق فيما بعد مرور مثل هذه المشاريع؟ طبعا، لأنه لو الساحة الفلسطينية عندما تتوحد نضع العرب أمام مسؤولياتهم. العرب الآن النظام الرسمي العربي، عمان تستقبل نتنياهو والبحرين بدها تستقبل نتنياهو، وفي علاقات وكله تحت مبرر انه يعني انتم الفلسطينيين مشيتوا بهذا الخط
وانتم الفلسطينيين رحتوا عملتوا اتفاقات مع اسرائيل وانتم منقسمين وصار شماعه هذا الموضوع. لو كان في موقف فلسطيني موحد وصل لا بنضع العرب امام مسؤولياتهم، وما كانوا بتجرؤوا يتصرفوا بهذه الطريقه حقيقه. طيب استاذ، بالتالي توحيد الوضع الفلسطيني بيحمي القضية الفلسطينية من التصفية. نعم. وفي نقطة مهمة جدا، فضل. في مخطط مش بس انقسام، في انقسام واستمرار الانقسام وفصل غزة عن الضفة، وهذا ضمن مخطط صفقة القرن. كيف بدي أفصل غزة عن الضفة؟ بتصير في إجراءات، غزة بتتحاصر، بصير في شعور أنه إحنا مطوقين، بتصير الناس بدها أي مخرج، بدها أي حل، وبالتالي فعلا بنكون امام خطر حقيقي بفصل غزه عن الضفه، وبالتالي نعم. لابد من انهاء مهزله الانقسام واعاده توحيد الوضع الفلسطيني. اخ محمد اللحام في رام الله تحدث ايضا في هذه النقاط، ونقطه اضافيه تتعلق بالبدائل. طيب اذا بقي هذا الانقسام وهو بقي لسنوات طويله من دمشق الى صنعاء الى مكه الى القاهره عده مرات، أكثر من جولة وسنة بعد سنة، ولا يوجد أي مؤشر على أن هذه المصالحة يمكن أن تنفذ أو تتحقق. طيب الآن هل يحق لنا أن نسأل عن البدائل، بدائل المصالحة أم لا؟ المصالحة يجب أن تكون قدرا. نعم بالتأكيد هذا مؤسف جدا ما نحن فيه، ولا يستطيع أي شخص يدعي المسؤولية أنه خالي طرف عن تحمل سلبيات هذه المرحلة. يجب أن نعتذر شعبنا جميعا بدون استثناء، يجب إذا نمتلك الشجاعة يجب أن نعتذر لشعبنا، ما نكذب على شعبنا ولا نضحك على شعبنا، إن احنا نتحمل مسؤولية المعوقات التي يعيشها شعبنا في هذه المرحلة. ولا يمكن أن نزايد على بعض، حماس أطلقت صواريخ، مع الاحترام قبل أن تولد حماس بعشرين سنة فتح أطلقت صواريخ، والجبهة الشعبية أطلقت صواريخ، والجبهة الديمقراطية أطلقت صواريخ، ولا زال آخر المعتقلين في حالة الحراك الفلسطيني عشرات الكوادر من أبناء حركة فتح في مدينة القدس في حمل الدفاع عن هذه المدينة. فلا يمكن تقزيم يعني أي جهد لأي تنظيم. بالتالي الحالة الجمعية هي الخيار الأفضل لحالة الوحدة. قضية أنا أتفق معك بسؤالك الذي وجهته للأخ ماهر الطاهر، اللي أنا طبعا يعني ماهر الطاهر قامة كبيرة وطنية، لا أنظر له فقط قامة كبيرة بالجبهة الشعبية، هو قامة وطنية، وأبو أحمد فؤاد، جورج حبش، أبو علي مصطفى، نائف حواتمة، لا يمكن لي كابن حركة فتح أن أنسب، بالعكس أنا أخجل حتى أن أرد بصوت مرتفع على قامة مثل ماهر الطاهر وكل القيادات الفلسطينية الوطنية اللي تربينا على محبتها وعلى أنه أي خلاف هو خلاف ثانوي لا يمكن أن يعلو على الخلاف الرئيس مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي. لذلك أتفق مع سؤالك بأنه هل هنالك صراع برامج؟ لا، بأكد لك أنه الواقع يقول لا يوجد صراع برامج. برنامج حركة فتح واضح، إقامة الدولة الفلسطينية وبرنامج منظمة التحرير كاملة، إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 67، وحركة حماس عام 2017 أيضا بهذا النهج وبهذا النفق على إقامة الدولة على حدود عام 67. تمام. يعني لا خلاف على برنامج سياسي حماس وعلى لسان صلاح البردويين وأكثر، قام بالحرف الواحد الحكومة بمثابة الروح للجسد، ولا يمكن لأحد أن يتخلى عن روحه. بالتالي تمسك حماس بالحكومة وبهذه السلطة رغم الأذى الذي يقع على شعبنا في قطاع غزة والقهر وكل ذلك، يعني حماس تسوق بأنه فتح تتحمل مسؤولية. يا سيدي أنا على الهواء أعترف لك أننا نتحمل جزء من المسؤولية، بس هل حماس تعترف أنها تتحمل جزء الأكبر من المسؤولية بما يحصل لأبناء شعبنا في قطاع غزة من يعني من هذا الفقر، من هذا الوضع السيء؟ إذن الحل بالتأكيد الحل ليس زيادة الفجوة والتشظي في الحالة الفلسطينية. نعم الوحدة الوطنية، ولكن هل الوحدة الوطنية شعار ويافطة يعني نبرر يعني من تحتها ما نريد؟ بمعنى أنا أريد ما يعجبني من 2011 بدي أخذه، ما يعجبني من 2017 بدي أخذه، ما بصير هالحكي. إحنا نتحدث عن هم وطني، واللي أصدق مع الحالة الوطنية يفضل يقدم. طيب دكتور غازي حمد، أريد أيضا أن نسأل عن المستقبل، إلى متى يعني هذا الانقسام؟ وهل فعلا تتفق مع الدكتور ماهر طاهر
ماهر الطار بأن الوضع سيطول، يعني واضح الدكتور ماهر ليس لديه تشخيص بأن ثمة ما سيحصل خلال فترة قصيرة يعيد الأمور إلى نصابها يعني، أو إلى الوضع الطبيعي. ماذا عن المستقبل دكتور غازي حمد؟ ماذا ستفعلون؟ أقول عشان الكلام يكون محدد. صحيح ليس لدينا خيارات كثيرة، الخيار الوحيد الذي أمامنا هو خيار الوحدة الوطنية، ليس من أجل السلطة وليس من أجل شيء، إنما فقط من أجل تحرير وطننا من هذا الاحتلال. لذلك يجب أن نضع كل جهدنا فيها. صحيح قد نفشل مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهناك محطات كثيرة تعثرنا فيها، لكن لا يوجد خيار آخر من أجل أن نتجاوز كل هذه الخلافات وهذه الصراعات وهذه المشاكل، ومن أجل أن نستطيع أن نقف أمام صفقة القرن وأمام هذا الغول الصهيوني والاستيطاني. لا يمكن، يعني المشروع السياسي اللي حملة حركة فتح مشروع أوسلو ثبت فشله، وبالتالي انا اعتقد يجب انه يعني زي ما الاخ محمد الحين بيقول اعتراف، نحن يجب ان نعترف بموضوع الاعتراف انه اتفاق أوسلو قد فشل وهذا البرنامج قد فشل، ولذلك يجب الان تكون لدينا فرصه اولا ان نتفق على البرنامج الوطني. انا كما كنا بنوصف انه اسرائيل لن تقبل باقامه دوله فلسطينيه حتى في حدود عام 67، انا اقولها بشكل مطلق لن تقبل به، لذلك يجب ألا نبني عليه الأوهام. يعني حتى المجتمع الدولي الذي قال بأنه يدعم، وقبل ذلك الولايات المتحدة وغيرها، أصبح هذا الكلام سراب. إسرائيل يعني كل يوم تتغول وتهدم كل اتفاقيات السلام بينها وبين منظمة التحرير. المجتمع الدولي لم يستطع أن يعاقب إسرائيل على أصغر جريمة قامت بها، لم يستطع أن يزحزح حجرا في مستوطن. لذلك أنا أعتقد السر الآن الكبير أنه الفلسطينيين إذا توحدوا يستطيعوا أن يوحدوا العرب حولهم، وإذا تفرقوا بفرقوا العرب من حولهم. هذه معادلة أؤمن بها. لذلك لما وجدوا في انقسام فلسطيني وخلاف فلسطيني، إسرائيل وجدت فرصة أن تتسلل إلى العواصم العربية وأن تخترق كثير من الحصون التي كانت مغلقة أمامها. إحنا لذلك أقول عشان ما ندخل في موضوع النزاعات شيء، في أمامنا فرصة أن تكون هناك لقاءات، وأنا أعتقد الأخوة في حركة فتح يخطئوا حينما يقرروا بعدم اللقاء. يعني هم مستعدين يروحوا على القاهرة ولا يلتقوا بقيادة حركة حماس. يا أخي إحنا كنا أولاد وطن ومش أعداء. الموقف اللي بتاخذه الرئيس أبو مازن بمقاطعة حركة حماس أو باتخاذ القرارات الانفرادية في موضوع المجلس المركزي والوطني وغيرها، هذه كلها تعزز من الانقسام. أنا أعيد موقف حركة حماس واضح وصريح، المصالحة ليست مصالحة فقط بين حركتي حماس وفتح، إحنا نتكلم مصالحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. تمام. المصالحة هي بوابة للمشروع الوطني، المصالحة هي بوابة للوحدة الوطنية، وبالتالي ليست هي قضية تقاسم وزارات، ليست موضوع تقاسم وزارات ولا موضوع سلطة، وما حدا باكي على السلطة التعبانة هذه الموجودة في كل، سواء كان بالضفة الغربية وغزة، ما حدا باكي عليها. احنا الآن بنبكي على وطننا اللي بيضيع. لذلك احنا ما ندعو أن تكون هناك في لقاءات جدية. وأنا بدي أقول الكلمة الأخيرة، الحوار من أجل المصالحة الوطنية، عشان أنا بقول من أحد مشاكل الحوارات واللقاءات أن الحوار بين حماس وفتح. لذلك أدعو أن يكون الحوار حوار وطني، أنه تلتقي الفصائل، عشان ما يقولوا هذا موقف حماس وهذا موقف ممتاز. لا، يجب أن يكون اللقاء من أجل المصالحة الوطنية، هو تلتقي فيه كل القوى السياسية الفلسطينية، هذه قضية بتهم الجميع. يعني صار هذا اللقاء دكتور غازي، حصل هذا اللقاء بالقاهرة وتم الاتفاق على الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وكان في توقيع من كل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لكن طبعا لم ينفذ. هذا لم يستمر للأسف الشديد، من يستمر وأصبح الحوار ثنائي بين حماس وفتح. وأنا كما قلت أنا ابن حماس، لكن أدعو أن يكون الحوار حوار وطني يشارك فيه الجميع، عشان ما تضل قضية المناكفة والصراع بين الحركتين. هذه ستشكل صمام أمان لأي اتفاق، وتبعد قضية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ونخرج أمام الجميع بأننا بالفعل نخرج بمشروع وطني وموقف وطني واحد. وأنا أعتقد أمامنا فرصة، لكن أنا يعني أدعو الرئيس أبو مازن باعتباره رئيس وباعتباره يعني أبو العائلة الفلسطينية، كان مفترض أنه بدل ما يفكر في موضوع اتخاذ الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة أن يفكر بشكل مختلف. يعني عمر الرئيس أبو مازن ما دعا الفصائل الفلسطينية إلا أن تلتقي جميعا ويتشاور معهم ويسمع منهم ويأخذ منهم ويعطي، لكن للأسف أنه هذا الموقف الأحادي هو من الأسباب الرئيسية أننا لم نستطع أن يعني أنت توجه الآن دكتور غازي حمد نداء للرئيس الفلسطيني أن يدعو لاجتماع لكافة الفصائل لتداول هذه المسألة، بعيدا عن اللقاءات الثنائية أو
أو مسألة المصالحة. دكتور غازي حمد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس من رفح، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح من رام الله، شكرا جزيلا. والدكتور ماهر الطاهر مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق، أشكرك جزيل الشكر. المسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوينها. فتح تجدد اتهامها لحماس بالانقلاب في غزة وتهدد بإجراءات تقوض سلطتها في القطاع. من يحمي الفلسطينيين من تبعات الانقسام السياسي؟ وحماس ترد، ما تقوله فتح وتضليل وقلب للحقائق، وتعلن الاستعداد للانتخابات، فهل يمكن لفصيل إنهاء الآخر وحسم الصراع؟ هرولة عربية نحو التطبيع ودعم أمريكي مطلق لإسرائيل، ألا يستشعر الفلسطينيون الخطر الحقيقي على قضيتهم ليستمروا في الانقسام؟ لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. اللقاء.